الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل مسافة 70 كيلومتر مسافة سفر؟ الحمد لله، القول الصحيح في هذه المسألة هو أن مسافة السفر لا تعرف بأعداد الكيلومترات، وإنما مردها إلى عرف أهل البلد، فما عده أهل البلد من المسافات سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الأحكام، وما لا فلا. فإذا كان أهل البلد يرون أن قطع هذه المسافة أي 70 كيلا أو الذهاب إلى هذا المكان المعين الذي يبعد عن بلادهم 70 كيلا أنه مسافة سفر، فإنها تعتبر المسافة التي تجيز للإنسان أن يترخص برخص السفر. وأما إذا كان أهل البلد جرى عرفهم على أنهم لا يعتبرونها سفرا فإنها لا تعتبر المسافة التي يكون في قطعها يعني تجيز الترخص برخص السفر. وإذا اختلف عرف أهل البلد فبعضهم يرى أنها سفر وبعضهم يرى أنها ليست بسفر، فالعبرة بالعموم الشائع لا بالقليل النادر، فالعبرة لما غلب، فالعرف الغالب هو الذي تجري عليه الأحكام. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. والقاعدة التي يرد إليها هذا الفرع تقول: الأحكام الشرعية إذا لم يرد تحديدها في الشرع فإننا نحدها باللغة، فإذا لم نجد لها حداً في اللغة فإننا نحدها بالعرف. والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، فإذا جرت عادة الناس وعرفهم على أن هذه المسافة تعتبر سفراً فهي سفر، سواء 40 كيلاً، 60 كيلاً، 80 كيلاً، 100 كيلو وهكذا. فالعبرة بالأعراف والعادات المتقررة، والله أعلم.